خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الرئيس السيسي يوجه بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين. الرئيس السيسي يؤكد أهمية منتدى الغاز الطبيعي للتعاون في مجال الطاقة. الرئيس الأوكراني يتهم موسكو بتدمير أكثر من ثلث قطاع الطاقة الأوكراني. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف على المواطنين. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك سعيا مستمرا لتحسين معيشة الفئات الأكثر فقرا. نزود مظلتنا للحماية الاجتماعية في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي، حتى نخفف على المواطنين من التداعيات بتاعة الأزمة دي. يعني أنا هقولها هنا، التوجيه للحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وتوفير أكثر درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثراً. أنا قلت بلاش نحن نعمل حاجة زيادة أكتر من كده على المواطنين، وأنا بأكد عليها تاني وبقول أنا بوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظراً للظروف الاقتصادية العالمية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة بتنفيذ كل توصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي أنه سيتلقى تقريرا كل 3 أشهر بما تم إنجازه من تلك التوصيات. في البداية كل الكلام اللي تم التوافق عليه يا دكتور مصطفى احنا ملتزمين ان احنا نعمله. منصة صحيح. احنا ملتزمين احنا نعمله لان احنا ما عملناش الحوار عشان نستهلك وقت، نستهلك جهدكم وجهدنا وبعدين في الاخر خلاص. لا، الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه. احنا كدوله وكحكومه ملتزمين ان احنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعملها. طب لو الحكومه وهي بتقول ده قابلت مشاكل، اكيد هتقابل. لابد يكون للمؤتمر ده آليات مستقرة مؤسسية تستطيع أن تكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر. ليه؟ عشان وإحنا متحركين في تنفيذ التوصيات ديت قابلتنا مشكلة نتكلم فيها. أكد الرئيس السيسي أنه عبر إنشاء الجامعات الأهلية يستهدف خلق مسار للتعليم بتكلفة مالية أقل لتحسين بيئة التعليم. وأضاف الرئيس السيسي أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها في العديد من المجالات مثل التعليم والنقل والصحة والقضاء على المناطق الخطرة. يقول لك إيه دول بيعملوا الجامعات الأهلية دي عشان اللي يديها للأغنياء. أنا بعمل مسار أطور بيه التعليم بتكلفة مالية أقل عشان أقدر أحسن في بيئة التعليم. بالمناسبة إيه المسار؟ مسار المتوازي. عندي قبح وعندي حسن، أخلص القبح ولا أعمل الحسن؟ أنا رأيي أعمل الحسن وأزود فيه وأقلل في القبح. ده اللي أنا بعمله في أي حاجة بنتعامل فيها في البلد دي. أي إجراء بنعمله في مصر يستهدف كده، أتخلص من القبح في كل شيء، في التعليم في التعليم. طب أقدر أخلصه كله؟ لو قدرت كله هخلصه. طب في الـ في الـ في الـ في النقل والمواصلات أخلصه، في الإسكان أخلصه، في المناطق الخطرة والعشوائيات أخلصه. We'll be right back.
أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة ستعمل خلال الأجل القصير على تنفيذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الفاعلة. وتضمنت الإجراءات التي طرحها رئيس الوزراء تذليل العقبات أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة وتدقيق الصيغ النهائية لوثيقة ملكية الدولة. في ضوء تكليفات فخامة الرئيس للحكومة بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية في ضوء يعني ظاهرة التضخم وعملية التضخم العالمية الكبرى، فإن مجلس الوزراء إن شاء الله في خلال الفترة القليلة القادمة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها من الشهر القادم إن شاء الله. إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي، بحيث أن احنا نرفع القيود اللي اشتكى منها كل رجال الصناعة في هذا الشأن. سابعاً، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية للـ10 سنين القادمين. أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن نحو 1200 من المسؤولين والشخصيات البارزة شاركوا في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. وأكد رشوان أن حجم المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر يعد دليلا على أهميته، مستعرضا أهم ما تم التوصل إليه من توصيات. We'll be right back.
أكد عدد من المشاركين في المؤتمر الاقتصادي خلال لقاء خاص للتلفزيون المصري على أن المؤتمر أعطى حلولا عملية من أجل نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. هذا وشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين. 3 أيام الحقيقة كان فيها جرعة مكثفة من الأرقام والإحصائيات زي ما قلنا، واللي انتهت النهاردة بجلسة ختامية يعني تكاد تكون الأعظم من حيث المكاشفة والمصارحة والخطاب اللي أدلى بيه السيد الرئيس، اللي خليني أقول إن هو اتكلم فيه من القلب وشرح فيه مجموعة من الملابسات ومن الكواليس اللي ما كانتش معروفة للكثير من الناس. ما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هو يعني وضع يده بشكل حقيقي على مكامن التي تحتاجها الدولة المصرية في هذا التوقيت والضرورات الحياتية للمواطن المصري. هناك تكامل في بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني بكل تأكيد في مختلف القضايا. تقدم المحور الاقتصادي للحوار الوطني بثمان أسئلة حول ثمان قضايا إلى إدارة المؤتمر الاقتصادي، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة المؤتمر بالرد عليها، وبالفعل تم تقديم الإجابة للحوار الوطني. هذا المؤتمر أعطى بعض الحلول العملية لوضع الاقتصاد في مسار للنمو ولفرص العمل والتشغيل، وأيضا التعامل مع التحديات العالمية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد. المؤتمر الاقتصادي أولا مش شاركت فيه الأحزاب السياسية بس، ذكر فيه كل فئات المجتمع، رجال المال والأعمال، رجال الاقتصاد، رجال الصناعة، اتحاد الصناعات. النهاردة كان يوم ختامي بيعلن بعد 3 أيام اجتماعات متواصلة، يعني امبارح كان في 11 اجتماع مرة واحدة تم بالأمس في شتى المحاور بتاع الاقتصاد. النهاردة كان إعلان التخصصيات، فأعلن تم تكليف الدكتور ضياء رشوان بما أنه هو مسك المنسق العام للحوار الوطني أنه يعلن توصيات، اللي هي النهاردة أعلن السيد رئيس الوزراء الموافقة على التوصيات التي خرج بها الحوار، اللي هي في مجال سواء في مجال الاستثمار سواء في مجال سياسة ملكية الدولة. واجهنا موجة إرهاب عاتية سالت دماء أبنائنا من رجال الجيش المصري العظيم والشرطة المصرية الباسلة. اقتحمنا مشكلات وأزمات اقتصادية متراكمة على مدار العقود ببرنامج للإصلاح الاقتصادي كان بطله هو المواطن المصري الذي تحمل آثاره المباشرة على حياته اليومية، متفهماً أهمية هذه الإجراءات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية ودور منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي للتعاون في مجال الطاقة إقليميا ودوليا، خاصة وأنه يضم في عضويته كبرى الدول المصدرة للغاز عالميا، وأخذا في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حاليا من جراء الظروف العالمية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي والمنعقد بالقاهرة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة السادة الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، مؤكدا سيادته أهمية ودور هذا المحفل الحيوي للتعاون في مجال الطاقة إقليميا ودوليا، خاصة وأنه يضم في عضويته كبرى الدول المصدرة للغاز عالميا، وأخذا في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حاليا من جراء الظروف العالمية، وهو ما يتيح للمنتدى بأعضائه فرصة الاطلاع بدور أكبر في المشهد الحالي لتأمين إمدادات الطاقة على المستوى العالمي، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات والموارد والقدرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء والتي تؤهلها للمساهمة في تحقيق استقرار
استقرار أسواق الطاقة. كما أكد السيد الرئيس على أهمية تكثيف الجهود والتعاون المشترك في كافة المحافل لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، معربا سيادته عن التطلع لمشاركة كافة أعضاء المنتدى في قمة المناخ عالميا COP27 والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الغاز الطبيعي وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين الوصول للتنمية والرخاء للشعوب والحفاظ على البيئة. وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا وزير البترول استعرض أهم أنشطة المنتدى في دورته الحالية المنعقدة بالقاهرة تحت الرئاسة الدورية المصرية في وقت تتجسد فيه الأهمية البالغة للطاقة عالميا وتحديات تأمين إمداداتها، بما يؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال لتحقيق التنمية والازدهار والوفاء بمتطلبات الشعوب. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لريشي سوناك بمناسبة توليه رئاسة الحكومة البريطانية. أعرب الرئيس السيسي في تهنئته عن التطلع للعمل المشترك والتعاون مع سوناك لترسيخ مسيرة العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين من أجل التعاون والبناء وتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام في العالم. تقدم وزير الداخلية وقيادات الشرطة بالتهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر. في إطار دعم الروابط وتبادل الزيارات بين وزارتي الدفاع والداخلية للمشاركة بمختلف المناسبات الوطنية، استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوما ملحمة فريدة في تاريخ العسكرية المصرية، وسيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين استطاعوا أن يبرهنوا بتضحياتهم الخالدة أنهم خير أجناد الأرض، موجها التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنود بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة، متمنيا لهم مزيدا من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير. من جانبه أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة والشرطة هما درعا هذه الأمة وعيونهما الساهرة على أمنها، وسيظلان معا في طليعة الشعب المصري يدافعان عن حدوده ويذودان عن مقدساته واستقراره، ضاربين أروع الأمثلة في التضحية بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستكمال مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات. وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول محمد زكي درع القوات المسلحة لوزير الداخلية. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي جاسر 133 الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي، ومشروع مراكز القيادة التعبوي كريم 108. وألقى قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي كلمة أشار فيها إلى أن قوات الدفاع الجوي ستظل هي الحصن المنيع ضد من تسول له نفسه اختراق سماء مصر. وتضمنت مراحل المشروعين عرض تقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات والتدريب على صد الهجمات الجوية المعادية، حيث ظهر مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال ومهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة
والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة. ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة، مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذي ظهر عليها رجال الدفاع الجوي والقوات الجوية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 511 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 133 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 52 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 78 طنا. كما تم ضبط 708 قضايا في مجال قضايا المخابز، من بينها 253 قضية خبز ناقص الوزن و 213 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال الضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 23 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 230 طنا. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، وفي مقدمتها النصب والاحتيال على المواطنين والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة نستعرضها في التقرير التالي نتابع. استمرارا للجهود الأمنية لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في هذا الإطار، والتي أسفرت عن ضبط 3 تشكيلات عصابية بسوهاج والإسكندرية لقيام عناصرها بالاستيلاء على 29 مليون و500 ألف جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجالات تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية والمستحضرات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنهم لم يسددوا تلك الأرباح، كما امتنعوا عن سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيام عناصره بالاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه من مواطنين بطرق احتيالية، وأعلن التشكيل عن نشاطه عبر المنصات الإلكترونية بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة الإلكترونية بالبورصات العالمية، وتلقى تحويلات مالية وإيداعات من ضحاياه. وقام عناصر التشكيل بإغلاق تلك المواقع عقب الاستيلاء على هذه الأموال. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي بسوهاج لقيام عناصره بالاستيلاء على قرابة 17 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والتجارة مقابل أرباح متفق عليها، توقفوا عن سدادها وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة لقيام عناصره بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الذهب نظير منحهم أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المستولى عليها. وفي إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة جرائم الاختلاس، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط موظف بإحدى الشركات بسوهاج لقيامه باستغلال طبيعة عمله كمندوب مبيعات بالشركة، واختلس مليون وستمائة ألف جنيه قام بتحصيلها من عملاء الشركة، وامتنع عن توريدها مستوليا عليها لحسابه الشخصي دون وجه حق. وفي إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة مقاولات بالقاهرة اتخذ الشركة ستارا لإخفاء نشاطه غير المشروع في مجال تحويل الأموال من خارج البلاد والإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم ضبط 6 ملايين جنيه بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يجب التنسيق بين كل الهيئات لتلبية احتياجات الجيش الروسي. وخلال كلمة له أمام مجلس التنسيق الحكومي بشأن تلبية احتياجات الجيش، قال بوتين إن بلاده تواجه قيودا اقتصادية غير مسبوقة تتطلب تحديث القوانين والإجراءات للتصدي لها ولمواجهتها. С точки зрения обновления этой самой нормативной базы. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة دمرت أكثر من ثلث قطاع الطاقة في أوكرانيا. وخلال كلمته في مؤتمر عقد ببرلين حول إعادة إعمار بلاده، أضاف زيلينسكي أن أوكرانيا لم تحصل بعد على سنت واحد من خطة للتعافي السريع بتكلفة إجمالية 17 مليار دولار، مشيرا إلى أن موسكو تدمر كل شيء في أوكرانيا. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إنه يتعين على العالم أن يبدأ سريعا في مساعدة الأوكرانيين على إعادة بناء بلادهم. وأضافت فوندرلاين خلال مؤتمر لإعادة أعمار أوكرانيا أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتنسيق إجراءات إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن البنك الدولي يقدر تكلفة الأضرار عند 350 مليار يورو. حثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي وشركاته على التبرع بمزيد من المال والعتاد لدعم قطاع الطاقة الأوكراني. وقالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون إن جوهر الأمر يتمثل في حماية ورعاية الآلاف وعشرات الآلاف من الأسر والمستضعفين والأطفال وكبار السن قبل هذا الشتاء. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن خلال مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا أن الصواريخ الروسية دمرت أكثر من ثلث قطاع الطاقة في دولته. قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، قال إن شح أسواق الغاز الطبيعي المسال في العالم وخفض كبار منتجي النفط الإمدادات وضع العالم في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية. وأضاف بيرول خلال أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة أن زيادة واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال وسط أزمة أوكرانيا ووسط انتعاش محتمل في طلب الصين على الوقود سيزيدان من شح السوق التي لن يدخلها سوى 20 مليار متر مكعب العام المقبل. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. رئيس وزراء بريطانيا الجديد يؤكد أن بلاده تواجه أزمة اقتصادية عميقة، والكرملين يقول إنه لا أمل في تحول إيجابي للعلاقات مع بريطانيا. تعهد رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك بالعمل على توحيد البلاد بالأفعال وليس بالأقوال. وقال سوناك في خطاب ألقاه بمقر الحكومة البريطانية، قال إن بلاده تواجه أزمة اقتصادية عميقة، لافتا إلى أن أزمة جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي إلى جانب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأكد سوناك أن حكومته ستضع هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتها. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this. أكدت روسيا أنها لا ترى سببا لتوقع حدوث تحسن في العلاقات مع بريطانيا في عهد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك. وخلال تصريحات صحفية قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا يرى في الوقت الحالي ما يدعو للأمل في حدوث أي تغييرات إيجابية في المستقبل القريب، مضيفا أن روسيا لا تزال منفتحة ومستعدة لمناقشة أصعب القضايا على طاولة المفاوضات
ولكن ليس على حساب مصالحها. نتحول إلى حياة كريمة، حيث نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية المحسمة بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم الكشف خلالها على ما يقرب من 600 مواطن. وضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا. احنا النهارده متواجدين في القافلة الطبية بمركز شباب المحسمة المحطة بإدارة القصاصين. القافلة بها كل التخصصات الطبية، البطنة، جراحة، نساء، أطفال، تنظيم أسرة بجانب الجلدية، بوجود مركز بجهاز أشعة معانا ومعمل دم وطفيليات، بجانب صيدلية بها أكثر من 82 صنف من العلاج. يتم إحالة الحالات المحتاجة تخصصات جراحية للمستشفيات الجامعية تنسيقا مع مؤسسة حياة كريمة. انطلقت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في قرية مشلة بمركز كفر زيات، وقامت بتوقيع الكشف على 1298 مواطنا. تم خلال القافلة صرف الدواء بالمجان وتحويل 63 مريضا إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج. كما شهدت القافلة زراعة 50 شجرة مثمرة على طول الطريق في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ومحو أمية 25 مواطنا. تفقد وزير التنمية المحلية هشام أمن ومحافظ الدقهلية أيمن مختار عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شربين. وخلال الجولة أكد وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها في قرى مركز شربين يبلغ 586 مشروعا، وتم الانتهاء من 280 مشروعا، ويجري الانتهاء من تنفيذ 200 مشروع. من جانبه أكد محافظ الدقهلية أن مبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري تعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها أن تغير وجه الحياة في ريف مصر نحو الأفضل. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية الكشف وصرف العلاج ل 379 مواطناً بمختلف التخصصات بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة رأس غارب الصحية. شهدت القافلة إجراء 172 فحصا معمليا فضلا عن إجراء 31 أشعة وسونار، كما تم إجراء 121 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. هذا وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على مجموع مشروع قانون الأحوال المدنية. يهدف مشروع القانون النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة. جلسة جديدة يناقش خلالها مجلس النواب تقارير اللجان النوعية حول مشاريع القانون المقدمة من الحكومة وقرارات رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية وفقا لجدول أعماله. الجلسة العامة شهدت موافقة المجلس على مجموع مشروع قانون الأحوال المدنية، والذي يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة. فقد رؤى تعديل المادة رقم 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية ليصبح 15 عاماً بدل من 16 عاماً، بما يسمح له
بالتمتع بالمزيد من الحقوق السالف ذكرها. هذا التعديل جاء اتساقا مع التشريعات الموجودة الخاصة بمن هم في سن 15 سنة زي قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر شغل الأطفال اللي هم بيصل 15 سنة إلا بعد سن 15 سنة. وخلال الجلسة وافق النواب على قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسطة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ، كما تم الموافقة على اتفاق القرض من بنك التنمية الأفريقي لدعم الكهرباء والنمو الأخضر. وهكذا يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة مشاريع القرارات والقوانين بما يخدم الوطن والمواطن في إطار دوره النيابي والتشريعي. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون الأحوال المدنية مؤكدين أن هذا التشريع يعمل على توحيد القوانين. ناقش المجلس تعديل على قانون سن إصدار البطاقة الشخصية لتصبح 15 عام، ويمكن القانون يتوافق وبيعمل تنسيق ما بين عدة قوانين سواء قانون العمل أو قانون الطفل أو قانون الأحوال المدنية اللي بيبقى فيه استقلالية للطفل عن والده بعد 15 عام، وفي استقلالية مالية، وفي جزء تاني خاص بأنه يبقى مسؤول عن الأعمال المدنية اللي بيقوم بيها. وأعتقد أن التعديل التشريعي ده بيعمل على توحيد القوانين. ناقشنا اتفاقيتين متعلقين بلجنة الطاقة والبيئة. أول اتفاقية كانت منحة مقدرة بمليون ونصف مليون يورو، وكانت موجهة لوزارة البيئة. الهدف الأساسي من المنحة دعم الاستثمارات المتعلقة بالبيئة والمناخ، لأن زي ما حضرتك تعرفي أن احنا بصدد استضافة مؤتمر المناخ COP27 اللي بنتمنى يعني بالتأكيد للدولة المصرية في التوفيق والنجاح، وأنها تطلع بأكبر استفادة ممكنة سواء لينا كدولة مصرية أو القارة الإفريقية اللي احنا بنمثلها في المؤتمر. افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودة أعمال تطوير صقالة خليج نعمة، وذلك تزامنا مع استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 في 6 نوفمبر المقبل. يأتي افتتاح مرسى خليج نعمة بعد التطوير ليكون أول مرسى سياحي خاص تأسس عام 1984 بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ لاستقبال مراكب الغوص ومراكب النزهة واليخوت الخاصة والسياحية، وهو يعتبر أقدم مرسى يخوت بمدينة شرم الشيخ. خليج نعمة ده من أقدم الأماكن السياحية في شرم الشيخ، والسقالة دي من أقدم السقالات اللي يعني كانت في شرم الشيخ. النهارده احنا بنقول بنطور الخليج كله زي ما انتم شفتوا، بنطور خليج نعمه بالكامل، الشوارع، المحلات، تنميط اليوفط، الاضاءات، اللون، المنظر. ساهم المرسى في تنميه وتعليم رياضات الغوص بالاضافه الى فتح سياحه الغوص واليخوت الخاصه من جميع انحاء العالم، بجانب القيمه التاريخيه الكامنه في هذا المشروع حيث يحتوي على العديد من الخدمات والانشطه السياحيه المكمله بالاضافه لليخوت السياحيه. طورناها لتكون مواكبه لمواصفات البيئه اللي هي النهارده المؤتمر اللي احنا بندعو ليه عشان العالم كله يشوف ان مصر جميع المراسي بتاعتها والمواني بتاعتها مطابقة لجميع المواصفات العالمية اللي تقدر تستقبل بيها اليخوت ورياضات الغوص والسنوركينج في خليج نعمة بالكامل. يتزامن افتتاح مشروع تطوير مرسى خليج نعمة مع خطط طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة وحرصها على تطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية في ضوء الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ COP27 الشهر المقبل. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عددا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، يرافقه مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها. وشملت الجولة التفقدية ترسانة بورسعيد البحرية ومستشفى الرباط التخصصي وكذلك مصيف العاملين ببورسعيد، فضلا عن أعمال ترميم مبنى القبة وتحويل المنطقة المحيطة لمارينا يخوت عالمي. وأكد الفريق ربيع أن الهيئة قطعت شوطا
كبيرا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير وتحديث أسطولها البحري. من جانبه أشاد محافظ بورسعيد عادل الغضبان بالدور المجتمعي الذي تقوم به هيئة قناة السويس لخدمة أهالي القناة وللارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم، سواء خدمات طبية أو ترفيهية أو ثقافية أو غيرها. والآن مشاهدينا الكرام، موعدنا مع أخبار المال والأعمال في نشرتنا الجولة الاقتصادية. وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. شهد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 عددا من التوصيات في ختام جلساته، من بينها العمل على استمرار خفض نسبة الدين للناتج الإجمالي وإطالة أجل السداد. كما شملت التوصيات تعزيز مشاركة القطاع الخاص فضلا عن توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة.
ترأس وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز طارق الملا الاجتماع الوزاري 24 للمنتدى بالقاهرة بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء. أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن اجتماع الدول المصدرة للغاز يستهدف القيام بدور فعال في توجيه ديناميكيات التحول الطاقي خاصة في مجال الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون بين دول المنتدى. أوضح وزير البترول أن أمن الطاقة وحماية المناخ هدفان متكاملان، وأنه كلما اتخذنا خطوات مواجهة التحدي المناخي فإن ذلك يضمن تحقيق أمن الطاقة. وخلال اجتماع منتدى دول المصدرة للغاز أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر متحمسة للعمل مع كل الدول الأعضاء بالمنتدى لتطوير مبادرات واقعية وقابلة للتطبيق يمكن من خلالها ضمان أمن الطاقة وتحول طاقي عادل. أكد الملا أن الاجتماع شدد على أهداف المنتدى من دعم السيادة الدائمة لدول الأعضاء على مواردهم الطبيعية وعلى قدرتهم على التخطيط باستقلال وإرادة موارد الغاز الطبيعي المستدامة الكفء وتطويرها. وفي ختام الاجتماع أكد المشاركون على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة وذلك لضمان التدفق الحر للغاز واستقرار أسواق الغاز العالمية وإدانة أي هجمات متعمدة لإلحاق الضرر بها. الهدف الرئيسي من المنتدى هو توفير كل الدراسات وكل البيانات وكل المعلومات حتى تستطيع الدول الأعضاء والدول حتى غير الأعضاء أنها تستفيد بهذه المعلومات وهذه البيانات من أجل أنها تقدر تحط خطط واستراتيجيات للتنمية لتنمية الغاز وتحط الاستثمارات المضبوطة في التوقيت المضبوط علشان توفر الغاز في الوقت المناسب علشان تلبي احتياجات الاستهلاك العالمي المتزايدة. قام وزير التنمية المحلية هشام أمنة ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومحافظ الدقهلية أيمن مختار بافتتاح مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة، وتم إنشاء المصنع بتكنولوجيا ألمانية هولندية بتكلفة تقدر بحوالي 165 مليون جنيه بطاقة استيعابية تصل إلى 640 طن في اليوم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية. ويمكن المشروع ده النهاردة إهداء من الدولة لأهل المنطقة في المنزلة. عايز أقول إن في مشروعات عظيمة بتتعمل في هذا المجال، وعايز أقول إن في تنسيق كبير بين وزارة البيئة وبين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط تحت قيادة طبعا دولة رئيس الوزراء في تنفيذ كل الشغل اللي بتعمل ده. ما يحدث في اتجاه معالجة القضايا البيئية في مصر موضوع كبير جدا. استكمال جهود منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية بافتتاح المصنع الخاص بتدوير المخلفات بيطلع منتجين، منتج سماد عضوي ومنتج تاني الوقود البديل اللي بيستخدم في مصانع الأسمنت بالشراكة مع القطاع الخاص، وده تنفيذا طبعا لواحد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية البنية التحتية في المحافظات كلها تشتغل في وقت واحد. اتنين، ان احنا بننفذ قانون تنظيم ادارة المخلفات باشراك القطاع الخاص. تلاتة، ان احنا بنحسن جودة المنتج اللي من المخلفات نقدر نعيد استخدامه سواء في استصلاح الاراضي الزراعية او في استخدامه كوقود بديل لمصانع الاسمنت. افتتح مصنع المنزله على مساحه 12.5 فدان بتكلفه 165 مليون جنيه ضمن ست مصانع، تم ثلاثه رفع كفاءه وثلاثه انشاء جديد بالاضافه لشيل كل المقالب العموميه بالتنسيق مع وزاره التخطيط والتنميه المحليه والبيئه. إلى سوق المال حيث تبانت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي فيما تراجع مؤشرا إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات و600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 716 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10320 نقطة ليرتفع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10475 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2224 نقطة ليتراجع بنسبة 68% ليغلق عند مستوى 2209 نقاط. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3178 نقطة ليتراجع بنسبة 27% ليغلق عند مستوى 3169 نقطة.
قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن بعض الدول تستخدم مخزوناتها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كورقة للتلاعب بالأسواق، في حين أن الغرض الأساسي منها هو تخفيف أي نقص في الإمدادات. كما وصف وزير الطاقة المملكة بأنها تظل أكثر مورد للنفط يمكن الاعتماد عليه في العالم، وأنها زادت من مبيعاتها إلى أوروبا إلى 950 ألف برميل في سبتمبر من 490 ألف برميل في نفس الوقت قبل عام. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لنهى ويوسف لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. احتفلت محافظة الوادي الجديد بإطلاق وبتسجيل أطول سلسلة فاكهة تمور في العالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. وأقيمت هذه السلسلة بالاستاد الرياضي بالخرجة، حيث تم تنفيذها بالتعاون مع شركة منتجة للتمور بطول 3500 متر. في إطار حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة، احتفلت محافظة الوادي الجديد بإطلاق وتسجيل أطول سلسلة فاكهة التمور في العالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي أقيمت بالاستاد الرياضي بالخرجة. هذه السلسلة تم تنفيذها بالتعاون مع شركة منتجة للتمور بطول 3500 متر وتضم 100,000 تمرة، بعدما تم استيفاء كافة الشروط والمعايير التي تحددها الموسوعة وصولا إلى اعتمادها، بحضور لجنة الموسوعة للتأكد من عدد التمور بالسلسلة والشكل الهندسي المعتمد. ده الحقيقة شيء بنفتخر به جدا، وبيعتبر نوع من الدعاية والترويج للتمور المصرية على مستوى العالم كأول سلسلة تمور وأطول سلسلة تمور في العالم مسجلة باسم شركة مصرية. وتساهم هذه الفعاليات في ترويج المنتج الاستراتيجي للمحافظة عالميا، فضلا عن فتح أسواق تصدير خارجية ودعم منتج التمور بالمحافظة. ده المحصول الرئيسي لمحافظة الوادي الجديد، الموضوع البلح، وعندنا احنا 200,000 طن بسم الله ما شاء الله على المحافظة، وعندنا 3 مليون نخلة بسم الله ما شاء الله، فده حدث عالمي. وشهدت الاحتفالية عروضا شعرية وفقرات فنية للفلكلور الشعبي وعرض فيلم تراثي عن الواحات وفيلم تسجيلي عن مدينة الخرجة، والتي تم اختيارها مؤخرا عاصمة البيئة العربية لعام 2022. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. إلى فاطمة تطلعنا على آخر أخبار الرياضة، تفضلي. شكرا نوها، شكرا يوسف، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. فاز طلاء الجيش على ضيفه إمبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع طلاء الجيش رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، بينما توقف رصيد إمبي عند نقطة واحدة في المركز 12. تعادل سموحة مع ضيفه البنك الأهلي بهدف لمثله في الدوري الممتاز. بهذه النتيجة نجح سموحة في تحقيق أول نقطة بالدوري هذا الموسم، بينما أضاف البنك الأهلي نقطته الثانية هذا الموسم. تتواصل غدا مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وفي أبرز مواجهات الغد يستضيف برشلونة الإسباني فريق بايرن ميونخ الألماني، بينما يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا على أياكس أمستردام الهولندي، والتقي إنتر ميلان الإيطالي مع فيكتوريا بيلزن التشيكية. فاز تشيلسي الإنجليزي على مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. بهذا الفوز صعد تشيلسي رسميا إلى دور 16 كأول المجموعة الخامسة، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط، بينما يأتي سالزبورغ في المركز الثاني برصيد 6 نقاط. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية عودة مرة أخرى ليوسف، ونهو لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا جزيلا لك فاطمة.
شهدت مصر اليوم كسوفا جزئيا للشمس، وفي هذا الإطار نظمت مكتبة الإسكندرية محاضرة علمية ومتابعة ميدانية لهذه الظاهرة. أوضح الباحث الفلكي الدكتور عمر فكري رئيس قسم القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية أن الكسوف الجزئي اليوم للشمس استمر نحو 2:13 وغطى القمر خلاله نحو 37% من قرص الشمس. وبنقول ان هي دي ظاهره كونيه بتحصل بسبب حركه القمر حوالين الارض، والكسوف الشمسي للعلم يعني واللي ما خدش باله او ما كانش معانا من الاول هو عباره عن 3 انواع، وبيحدد النوع كل نوع عن الثاني مكان القمر فين بالنسبه للارض ومكان القمر فين بالنسبه للشمس. النهارده القمر بياخد جزء من الشمس، وعشان كده سموه كسوف جزئي او بارتشيل، وبالتالي ساعات لما القمر يبقى السنتر بتاعه تماما مع السنتر بتاع الشمس تماما مع السنتر بتاع الارض تماما بيحصل توتال سولار اكليبس او كسوف كلي. القمر بيغطي كل الشمس وبيسموه كسوف كل الشمس. ساعات القمر يبقى في ابعد نقطه منه من الارض بيسموه كسوف حلقي. نبص نلاقي وقتها وقت ما يحصل كسوف الحلقي ده بتبقى فيه حلقه حوالين الشمس اللي هو الغلاف الجوي الخارجي لايه للشمس. والان مشاهدينا الكرام مع اخبار الطقس والاحوال الجويه. نعود فيها مره اخرى الى فاطمه خليل. اليك فاطمه. شكرا يوسف، شكرا نهى، واهلا بكم مشاهدينا ووقفه اخيره مع احوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفي مآل بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائما من القاهرة العظمى 27، الصغرى 19، اسكندرية 26-19، مطروح 25-19، بورسعيد 26-21، إسماعيلية 27-18 وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 27-19، العريش 25-20، طابة 29-21، شرم الشيخ 30-22، الغردقة 30-21 وجوها حار. بالنسبة للأقصر 30-18، أسوان 31-20، الوادي الجديد 29-18، شلاتين 31-23، حلايب 28-24 وجوها مائل للحرارة. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شائعات بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية. وأكد المركز الإعلامي نقلا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقا لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية المصرية. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الرئيس السيسي يوجه بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين. الرئيس السيسي يؤكد أهمية منتدى الغاز الطبيعي للتعاون في مجال الطاقة. الرئيس الأوكراني يتهم موسكو بتدمير أكثر من ثلث قطاع الطاقة الأوكرانية. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرتنا هواء التاسعة، مستمر مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء الفل. ازيك يا نهى؟ تمام. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله على السلامة. الشتاء دخل يا يوسف. اه جيت ازاي؟ البدلة دي شتوي صح؟ البدلة دي شتوي بتبان. بص تلاقي الشتوي باين على طول. جيت ازاي؟ لا انا جيت في ساعتين بس. زحمة. بس خدت بالك يعني أول ما مطرت يا دوب ساعة ولا ساعتين على طول الناس تكتب إن بكرة إجازة. لا هو بص الناس بتتلكك عشان تاخد اجازه عشان علما بانه احنا من اكتر دول العالم اللي عندها اجازات. بالظبط. يعني احنا عندنا فوق ال 100 يوم اجازه في السنه، ده غير الاجازات اللي هي بتاعت جمعه وسبت ولا جمعه بس. فاحنا غالبا بنقعد نص السنه مأجزين عاملين كده وبتاع. طب بالذات جروب المامز ده بيحبوا الاجازات برضه. جروب المامز الامهات يعزوا الاجازات. تعالوا لسه هنصحى بدري ونودي ونجيب وسندوتشات قعد العيال كده 100 فل واربطه. بس انا خلاص دخلت الشتويه زي ما بيقولوا. بص انا مشكلتي مش في ان الناس تاخد اجازه والله، يعني يا ريت كلنا ناخد اجازه وتمام وتبقى الدنيا فل الفل والمرتب ينزل في الحساب ويعني ونقيم الافراح والليل الملاح طبعا. بس انا مشكلتي فين بقى؟ ناس بتشتكي من الظروف الاقتصاديه. أيوة. بس عايزه اجازه. يعني انت بتشتكي من الظرف الاقتصادي بس مزبوط. مش عاوز تشتغل. مزبوط. طب يعني مثلا باعتبارنا ان احنا كلنا ارباب وامهات اسر زي ما بيتقال كده، فاباء وامهات، هو لما بيكون حد فينا عاوز او عنده شكوى ما ماليه او اقتصاديه بنعمل ايه؟ بندور على شغل تاني. بندور على شغل تاني. صحيح. يعني بنشتغل شغلانه واثنين وثلاثه وبتاع ويطلع عينينا. طيب لما احنا كافراد كده هي ايه المشكله في السياق المجتمعي انه عكس كده؟ لا هو المفروض ان ده نموذج مصغر لده. ده المفروض مصر. بالظبط. عرفت ليه مصر ام الدنيا بقى؟ بالظبط. احنا مختلفين. مختلفين. والله العظيم. كل التوفيق. دوشتكم ربنا يخليكم. شكرا يا يوسف. شكرا يا نهى. واستاذنكم نبدا فقرتنا.